طيب أحبتي في الله، نحن سنستقبل غدا يوم العيد إن شاء الله تعالى. أنا أعلم أن هذه المعاني أشرنا إليها، لكن التذكير بها ضروري جدا في مقامنا هذا. صلاة العيد من السنن المؤكدة، ينبغي أن يحرص المسلم على حضورها، وأن يحضر أهل بيته نساء وأطفالا كبارا حتى الحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. ففي حديث أم عطية يعني تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر النساء بأن يحضرن إلى صلاة العيد يشهدن إلى مصلى العيد يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. وعلى خلاف ما يتصور الناس أن يوم الأضحى لا ينبغي أن يتخذ الناس زينتهم في ذهابهم إلى المسجد إلا بعد ذبح الأضحية، هذا ليس بصحيح. ينبغي أن تأتي إلى المسجد في أبهى زينة وأحسن حلة عندك، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث جابر كانت النبي صلى الله عليه وسلم حلة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة، وكان ابن عمر يلبس في العيدين أحسن ثيابه. صلاة العيد كما تعلمون ركعتان بإجماع المسلمين. صلاة العيد ليس لها سنة قبلية ولا سنة بعدية، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، وليس لها أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، لا هذا ولا ذاك. من يأتي إلى المسجد يجلس لكي يكبر مع المكبرين ويهلل مع المهللين. وصلاة العيد كما تعلمون جميعا ركعتان، في الركعة الأولى بعد تكبير الإحرام ودعاء الاستفتاح 7 تكبيرات زوائد، وقيل 6، الأمر في عدد التكبيرات واسع. وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات زوائد، يعني غير تكبيرة القيام إلى الركعة الثانية، بارك الله فيكم. وينبغي أن يكون هذا مترسم، الله أكبر الله أكبر الله، لا ليس هكذا. الله أكبر حتى قد يمكن أن يقول بينهما في سره سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو على الأقل يعني تصبر القدر الذي تقول فيه هذا الكلام حتى لا يكون الكلام يعني متتابعا على نحو يخل بالمأسور في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد روى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الآخرة. القادمون إلى صلاة العيد يكبرون في طريقهم ما استطاعوا. وبذكر سنة التكبير، أما التكبير المطلق فقط من يوم 1 ذي الحجة إلى يوم 8، من يوم 9 إلى آخر أيام التشريق، 5 أيام عرفة والعيد و3 أيام التشريق، مطلق ومقيد، مطلق في أي مكان، مقيد في أدبار الصلوات المكتوبات كما تعلمون. اللهم اهدنا سواء السبيل.